ميزانية يتم وضعها لدعم هذه الأجهزة لمكافحة الفساد، والهدف من ذلك هو مكافحة الفساد وأن نحشد كل الموارد وكل الموظفين اللازمين لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. نحن نعي الطابع الدولي لهذه الآفة، ونرجو أن نسجل هذا البيان في وثائق المؤتمر. شكرا لممثل إكوادور. نعطي الكلمة لتحالف إنكاك. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة. لابد من أن يقوم الدول بحشد موارد أكثر ومجهودات أكثر من أجل القيام بتجسيد استنتاجات القرار الذي يأتينا من الدولات الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. لابد من أن يكون هنالك أولا عمل على شفافية في الأعمال الاقتصادية والشركات. أندورا بيبرز كان لديه وقع كبير على تبادل المعلومات في إطار هذه الشركات بين المتعاملين، بين المستثمرين، بين ممتلكين الحقيقيين لهذه الشركات، كي نعلم من يمتلك ماذا ومن يسيطر على هذه الشركة، وكي نتفادى كل أشكال الفساد. من أجل أن يكون هذا ممكن، لابد من نشر هذه المعلومات. ثانيا، أن يكون هنالك نشر للصفقات ولإسداء العقود. الشفافية في النفقات والعقود العمومية وعمليات الخصخصة وإسداء التسريحات للاستغلال الاقتصادي لابد من أن تكون على منصات إلكترونية شفافة ويمكن الولوج إليها بسهولة. ثالثا، الوصول إلى المعلومة. أكثر من 130 دولة اعتمدت الوصول إلى والولوج إلى المعلومات التشريعية كوسيلة لمكافحة الفساد. لابد من أن تقوم الدول بفتح هذا الولوج والوصول إلى المعلومات من خلال وضع لجان مستقلة لنشر المعلومات والوثائق اللازمة عندما يكون هنالك مواضيع تهم الجمهور. رابعا، الإعلان بالممتلكات. أداة مهمة بالنسبة للوظيف العمومي، حيث هنالك وسائل للإعلان ونشر الممتلكات، ولا بد من أن تقوم الإدارة في الوطن القيام بنشر ذلك بطريقة مستقلة. وعندما يكون هنالك نقص في هذا النشر لابد من أن تعاقب هذه الجهات. خامسا، استقلالية الأجهزة المنوطة بمكافحة الفساد. في عدد من البلدان نرى أن استقلالية سياسية لهذه الأجهزة ليست دائما متوفرة أو هي في خطر، ونرى أن عمل هذه الأجهزة لا يتم دائما بسبب شح الموارد، ولا بد من أن تقوم البلدان بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية بحشد الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لمكافحة الفساد. سادسا، إدماج المجتمع المدني. إن التدابير التي تتخذ لمكافحة الفساد لابد من أن تكون شاملة. على الدول أن تحرص على إشراك المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والإجراءات التي تؤخذ في إطار واحتراما لهذه الاتفاقية. سابعا وأخيرا، أن نضع مناخا
يسمح للمجتمع المدني بالمشاركة وكذا للصحافة. نحن نرى في العالم أن هنالك أخطار تواجه المجتمع المدني والمبلغين، ولابد على الدول أن تشجع حرية التعبير والصحافة وأن تحمي المبلغ حول هذه القضايا التي تخص الفساد دون خوف. شكرا جزيلا لممثلي منظمات انكا كواليشن، نعطي الكلمة لمشروع المسؤولية الحكومية. شكرا لحكومة مصر العربية على حسن التنظيم والاستضافة الكريمة، شكرا للرئاسة على هذا التسيير. لا يمكننا أن نكافح الفساد دون أن يكون هنالك حماية للمبلغين. في سنة 2018 وحسب رابطة المدققين في حالات الغش، 50% من حالات الفساد تم العثور عليها وكشفها بفضل المبلغين، وكانت دائما أسهل عندما كانت طرق الاتصال مباشرة. عندما يتعلق الأمر بمنظمات تقوم بهذا العمل ونرى أن هنالك جريمة منظمة تخص الفساد، لابد من أن نبلغ عن هذه الحالات. التبليغ الفردي الذي يأتي من داخل هذه المؤسسات كان دائما ناجعا ويسمح بالمتابعة، وإذا ما حمينا وقمنا بالدفاع عن هؤلاء المبلغين فنحن نقوم بخدمة المال العام. في عدد من البلدان يتم تهديد المبلغين أو الصحفيين الذين يقومون بتحقيقات في هذه الملفات، ونرى أن ليس هنالك أي رد فعل. خلال جائحة كورونا 19 رأينا حالات من الفساد وصلت إلى ذروتها بسبب غياب حرية التعبير والحماية المبلغين. إن حالات الطوارئ التي نعيشها تزيد من خطورة الأمر. الاتفاقية في المادة 33 تحث الدول على اتخاذ الإجراءات لحماية الأشخاص المبلغين عن حالات الفساد، و 48 دولة فقط لديها تشريعات تحمي المبلغين، وهو أحسن نظام للتبليغ المبكر. ولابد من أن نقوم بإدراج هذا في الإعلان السياسي. ومن خلال دراستنا رأينا أن حتى التشريعات الموجودة لحماية المبلغين لا تحميهم من العنف أو من المطاردة القضائية والمتابعة القضائية. لا يمكنهم أن يجدوا الدفاع والمحامين المتوفرين. هنالك عدد من الأخطاء التي تتم في متابعتهم القضائية، حيث يمكثون أكثر في الحبس أو السجن المؤقت. وفي الإعلان السياسي للجمعية العامة الاستثنائية لابد من احترام الحرية في نشر المعلومات حول حالات الفساد بوضع الشروط والظروف اللازمة لحماية المبلغين. خلال قضية الفساد بيبرز كان هنالك إجراءات تم اتخاذها من طرف الدول في إطار الاتفاقية. ما يمكن أن نقوم به هو أولا أن نعطي حماية قضائية وشرطية للأشخاص المبلغين عن حالات الفساد، أن نتبنى التشريعات والوسائل والأدوات بموارد لحمايتهم. لابد أن
يكون الجمهور واع بهذه القضايا وبطريقة التبليغ عنها، وأن يكون المشرع دائما جاهز لمتابعة المفسدين. إن نظام الإنذار المبكر في قضايا الفساد لازم، وهذا والتبليغ هو أحسن ما نتوفر عليه، وأن نتفادى كل حالات الانتقام من المبلغين. هل يمكن أن نأمل في قرار سيأتينا من المؤتمر لحماية المبلغين؟ شكرا سيدتي الرئيسة. شكرا لممثلة منظمة نعطي الكلمة لليبيا. عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم أن أعطيني هذه الكلمة. أيها السادة الحضور الكرام، نعمتم مساء. تولي بلادي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد ومنعه، فقد قامت ليبيا بانتهاء من دورة الاستعراضتين الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد قامت ليبيا بإصدار أطر تشريعية مؤسسية أهمها القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة الفساد والهيئة العليا لتطبيق النزاهة، وكذلك إعداد تنظيم ديوان المحاسبة لسنة 2013، وإعادة تسمية هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى إصدار ومراجعة وتعديل العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم الفساد، والقانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية، والقانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. كما قامت ليبيا بإنشاء مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار رقم 11 لسنة 2008، ومن خلال آلية المراجعة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد، فقد سعت ليبيا لتعديل قوانينها حتى تتفق مع قوانين اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد. وشكرا. نشكر ممثلة ليبيا الموقرة. نعطي الكلمة لمنظمة مناهضة الفساد لليمن. سيدتي الرئيسة، أشكركم على السماح لنا بالمشاركة، وأشكر مصر وأبارك لها توليها رئاسة هذه الدولة. من اليمن أحيي جميع المشاركين. لا شك أن الجميع يعرف ما تعانيه اليمن من الحروب والصراع، لكن لن أتكلم عن اليمن هنا، ولكن سأتكلم عن جميع الدول التي تعاني من الحروب والصراع، وإنما في جميع الدول النامية هي التي تعاني من الصراعات والأزمات السياسية. ومن خلال المؤشرات والمقاييس الفساد العالمي نجد أن الفساد أطغى الدول بالامتثال بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لقد كنت أعتقد بأن السلام وإيقاف الصراع من خلال المفاوضات يمكن أن يساعد هذه الدول على مكافحة الفساد، ونتحدث مقدما في تطبيق الاتفاقية الأممية، لكن ما حدث في العديد من تلك الدول كان مختلفا تماما. فتجار الحروب والفاسدين يعرقلون مفاوضات السلام ويفرضون قاعدة الفساد مقابل السلام، ليضمنوا من خلالها اتفاقية السلام حماية أنفسهم من الملاحقة القضائية وحماية الثروات التي نهبوها وتبييض فسادهم، وكذلك العودة إلى السلطة من جديد لتسامروا في ممارسة المزيد من الفساد، وهذه المرة تحت حماية اتفاقية السلام كما حدث في بلادنا اليمن من خلال المبادرات السابقة ومبادرة الخليج 2011، وتكرار حاليا في العديد من الدول النامية التي تعيش في صراعات وأزمات سياسية. الناتج واضح، استقرار قصير لأجل ثم العودة بعد ذلك وتوسيع من جديد
والمصيبة الكبرى اتفاقيات الملوثة بالفساد تتم في الكثير من الحالات سيدتي الرئيسة والمشاركين جميعا. إن السلام والفساد هو انتهاك خطير لاتفاقية الأمم المتحدة بموجب التعامل معها بجدية، وأدعوكم لمناقشة هذا الموضوع. نحن في منظمة أوتاد لمكافحة الفساد أطلقنا حملة بعنوان سلام بلا فساد، وطالبنا فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي اتفاقية سلام أو اتفاقية سياسية إذا كانت تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة، ويفرض عقوبات دولية ضد كل من يعرقل المفاوضات ومساعي السلام مقابل حماية فسادهم. ودعونا كافة الأطراف للصراع للالتزام الصريح باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في كافة اتفاقيات السلام وإنهاء الصراع. بإمكانكم الاطلاع على بيانات حملتنا من خلال الرابط التي سننشره على الشات. وفي الأخير نشكر الأية الوطنية لمكافحة الفساد باليمن بمجهوداتها الحكومية، أيضا اهتمامها بتعزيز الشراكة مع منظمة المجتمع المدني بما في ذلك إعداد تقرير الامتثال الوطني. ونستغل الفرصة هنا لندعم المزيد من الشفافية، وخاصة فيما يخص تقرير الامتثال اتفاقية الأمم المتحدة، وندعوهم للتجاوب والتعاون معنا في توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها لإطلاق تقرير أوتاد الموازي لتقييم امتثال اليمن الفصلين الثاني والخامس. أشكركم جميعا وأشكر السماح لنا بإلقاء هذا الكلمة رائدة الدبحاني منظمة أوتاد لمكافحة الفساد اليمن. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا لمندوبة منظمة أوتاد اليمنية، وأعطي الكلمة الآن إلى منظمة Transparency International المنضمة إلينا عبر الإنترنت. طاب يومكم وتحياتنا لكم مرة أخرى من برلين. شكرا لكم على منح هذه الفرصة للحديث بالنيابة عن منظمة Transparency International بشأن المنع أو التدابير الوقائية واسترداد الأصول. أود أن أتطرق إلى موضوع الدور الذي تطلع به منظمات الرقابة والتعاقد المفتوح وشفافية الملكية النفعية، وكذلك الحاجة إلى حماية الصحفيين. هذا ليس سوى غيض من فيض الأمثلة. هذه التقدمات مهمة جدا، ومن المهم جدا أيضا أن نتابع بمتانة تنفيذ الأعلان المرتبط بهذا المؤتمر والمناقش في هذا المؤتمر. والمتابعة يجب أن تشمل تعزيز الالتزامات التي سبق وقطعت بموجب الأونكاك وكذلك الأعلان السياسي، وفقا لما طلب من جانب الجامعة العامة للأمم المتحدة من مؤتمر الأطراف. فيما يتعلق بالإفصاح عن الموجودات، فنحن نحث دول الأطراف على المصادقة على المعاهدة الدولية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بإفصاحات الموجودات، وذلك شكل موضوعا لوثيقة رفعت إلى هذا المؤتمر من جانب مبادرة مكافحة الفساد الدولية. وفيما يتعلق بمنع غسل الأموال وكشف جرائم غسل الأموال الذي يعد جزءا لا يتجزأ من جهود مكافحة الفساد دوليا، نرى أن ثمة الكثير من الثغرات التي لا تخفى عن أحد في الأطر الوطنية والدولية، ولكن بفضل المعلومات التي تردنا من جانب وكالات إنفاذ القانون والأعمال التي يطلع بها الصحفيون الاستقصائيون في المؤسسات الدولية، لقد أكدنا من أن هناك حاجة ملحة إلى معلومات تتعلق بالملكيات النفعية للشركات على أن يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها بحرية وبصورة مفتوحة. كذلك لقد أظهرت التحديات الأخيرة أننا لسنا في المرحلة التي كنا نصبو إليها، وأن البلدان لا
تولي الأهمية الكافية لهذا الموضوع، وفي الوقت عينه فإن تدفقات عائدات الجرائم تخرج من البلدان التي هي بحاجة إليها أكثر ما يكون بدون أن يستفيد منها المواطنون، كما أنها تؤدي إلى اختلال الأنظمة في الولايات القضائية التي تهرب إليها من خلال التأثير على أسعار السوق العقارية وسواها. وكل ذلك يجب أن يعالج بصورة دقيقة، وخصوصا جذور مشكلة غسل الأموال، من خلال إشراك المحامين والمدققين العامين وكذلك مراجعي الحسابات. ضافت إلى كل ذلك، لابد من تسمية الجهات المسؤولة في الجزء المعني بالمنع في المادة 31 من الاتفاقية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. أخيرا وليس آخرا، في مجال إشراك المجتمع المدني، نحن بعيدون كل البعد عما نريد أن نصل إليه، وفي الواقع نحن في وجه حالة طارئة عالمية في مجال تقلص حيز المجتمع المدني، حيث تتعرض منظمات المجتمع المدني والناشطون الاجتماعيون وكذلك الصحفيون لتهديدات وللسجن وللقتل حتى إن حاولوا أن يرفعوا صوتهم تنديدا بالفساد. في يوم الأمس في الجلسة الصباحية، استنادا إلى اعتراض دولة واحدة، تمكننا من رؤية نبذة عن المشاكل التي تصطدم بها منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني في عملها لمكافحة الفساد. ونحن ممتنون جدا لزميلنا من Transparency International من جورجيا ومن سائر المنظمات غير الحكومية، ولكننا نأسف لعدم وجودهم معنا اليوم. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 13 من الاتفاقية، فنحن نحث هذا المؤتمر على التواصل مع سائر هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع هذه المادة تحديدا، المادة 13، من أجل الحصول على مشورة ونصح في التفسير والمراقبة الدقيقين لتطبيق المادة 13. شكرا جزيلا. شكرا لمندوبتي Transparency International الموقرة، وأعطي الكلمة الآن إلى البنك الدولي. شكرا لك سيدة الرئيسة على أعطائي فرصة تناول الكلمة لإدلاء بعض الملاحظات بالنيابة عن البنك الدولي. أود بداية بدء أن أعرب عن جزيل تقديري للتقرير المتعلق بتنفيذ الفصل الثاني الذي أعدته الأمانة، ويسرنا بصورة خاصة أن نقرأ عن بعض الأمثلة عن الممارسات الفضلة التي حددتها الدول الأطراف، ونرى أنه وبالرغم من التقدم الكبير المحرز على مستوى تطوير القدرات المؤسسية لمنع الفساد، سواء كان ذلك من جانب الدولة أو من جانب المجتمع المدني، إنما يبدو أن ثمة مجال كبير للتحسين ولتوزيع نطاق التدابير الوقائية وتحديثها. لقد خططنا أفكارنا بشأن كيفية تحديث جهود مكافحة الجهود، وذلك في منشور بعنوان مبادرات مكافحة الفساد، وعدنا التشديد على التزامنا بالأولويات الإنمائية. وفي مجال الوقاية من الفساد ومنعه، فقد نشط البنك الدولي منذ سنوات طويلة، وقد غطينا في هذا الفصل الكثير من المداخلات التي قمنا بها، وخصوصا فيما يتعلق بالأطر القانونية وبناء قدرات الدول، وكذلك تحسين استخدامات وتطبيقات GovTech أو التكنولوجيا الحكومية الإلكترونية، وكذلك تعزيز الإصلاحات لتحسين الروابط ما بين المواطنين والحكومات وتعزيز الثقة العامة في أنظمة المساءلة. لقد سمحت التكنولوجيا بتحقيق الكثير من التقدم، وقد نشرنا الكثير من التقارير التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات الكشف عن الفساد ومكافحته، وكذلك فيما يتعلق بالكشف عن معلومات تتعلق بالمشتريات وإصلاح النظام المعتمد للتعاقد العام وكيفية استخدام البيانات. وأطلقنا مؤخرا نموذجا تجريبيا لمنصة تحت عنوان برو أكت، وهي تقدم إمكانية الوصول والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة من أكثر من 120 بلدا، بما يغطي أكثر من 120 مليون عقد عام. كذلك نسخر علوم التكنولوجيا والمعلومات حول العالم لهذا الغرض، ولذلك أطلقنا برنامجا تحليليا وبحثيا بشأن البيانات التحليلية للمؤسسات الإدارية بدعم من المعهد الكوري للتنمية. وأخيرا قمنا بنشر دليل لتحديد وعرض تصميم السياسات الخاصة بالوقاية من الفساد. وفي مجال القطاع العام،
يؤيد البنك الدولي البلدان في مساعيها لتعزيز هيئات المساءلة العامة وكذلك أنظمة إدارة تضارب المصالح وأنظمة الإفصاح والكشف عن الموجودات وتضارب المصالح، ونوفر دعما تقنيا وبناء للقدرات من أجل تعزيز القدرات الإشرافية والرقابية للقضاء وكذلك سلطات مكافحة الفساد والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وطنيا. وبالتعاون مع شركائه يقوم البنك الدولي بالتعاون مع UNODC من خلال مبادرة ستار بتقديم المساعدات التقنية لعرقلة التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك لا يزال البنك الدولي يعزز المساءلة العامة والاجتماعية من خلال المناصرة السياسية وكذلك بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية والهيئات التجارية. كذلك نؤمن بشدة في قيمة التعلم من الخبرة والتجارب، ونود أن نلفت عناية المندوبين إلى آخر منشور صدر عن البنك الدولي بشأن هذا الموضوع بشأن تعزيز قدرات الحكومات والمؤسسات على مكافحة الفساد، ويجمع هذا المنشور ما بين أكثر من 20 دراسة حالة لتبيان كيفية نجاح هذه المقاربات في مختلف السياقات. ربما سمعتم في الأمس أن 93 مليار دولار قد خصص لموضوع مكافحة الفساد، ويسرنا أن نرى أن هذا الموضوع هو موضوع تتفق عليه جميع الحكومات، ونقدر عاليا إسهامات المنظمات الدولية في هذا المجال والحكومات المهتمة في التعلم بشأن كيفية القيام بهذه المبادرات من أجل دعم البرامج القطرية في هذه المجالات. بإمكانها أن تطلع على هذا المنشور على شبكة الإنترنت الخاصة بنا. ضفت إلى ذلك، نود أن نشجع الدول على تعزيز جهودها، ونؤكد لكم استعدادنا لمساعدة الدول على مكافحة الفساد التي تعرقل جهودنا القضاء على الفقر. شكرا جزيلا على حسن الاستماع. شكرا لمندوب البنك الدولي الموقر، وأعطي الكلمة الآن إلى مات من أجل السلام ينضمون إلينا عبر الإنترنت. شكرا سيدتي الرئيسة على منحنا هذه الفرصة لإلقاء المداخلة. لا شك أن الشفافية تتحقق من خلال حماية الحق في الحصول على المعلومات، وذلك يساعد على منع الفساد، وتؤكد على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن الوصول إلى المعلومات هو حق للجمهور، ويجب على الحكومات أن تضمن ذلك من خلال القوانين المحلية. ولذلك أصبح التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية هو أساسي وضروري، ولا يمكن النظر إليه أبدا على أنه رفاهية، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط. وعليه تتوجه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات. على الدول الإفريقية إعادة النظر في حجم الموارد المالية التي تم تخصيصها لإكمال عملية التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة. أيضا نؤكد على أن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور محوري في بذل الجهود لتحفيز الإرادة السياسية للنخب الحاكمة لاتخاذ سياسات وتنفيذ استراتيجيات لمنع الفساد، وذلك من خلال التحول نحو الرقمنة في القطاع الحكومي. وعليه نوصي بإتاحة البيانات للمجتمع المدني ليقوم بدوره الرقابي والتوعوي. أيضا ندعو الدول الأطراف من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حماية الحق في الحصول على المعلومات من خلال سن القوانين المحلية التي تضمن حرية تداول المعلومات في البلدان التي لم تفعل ذلك حتى الآن. ويجب على الحكومات أن تحسن من التشريعات القائمة في هذه البلدان. شكرا سيادة الرئيس. شكرا. شكرا لمندوب معت من أجل السلام، وأعطي الكلمة الآن لتركيا ينضمون إلينا إلكترونيا. Thank you very much, Madam Chair.
شكرا جزيلا لك سيدتي الرئيسة على إعطائي الكلمة. في إطار هذا البند نود أن ندلي بملاحظات مقتضبة. بالطبع تطلع منظمة المجتمع المدني بدور هام جدا في منع الفساد، وتركيا تؤيد إشراك هذه المنظمات في كل مسارات مراقبة الفساد ومنعه، ولكن هذا لا يعني أننا نعطي موافقة شاملة وتغطية شاملة لكل المنظمات. لازلنا نواجه منظمة فيتو، منظمة فتح الله، التي هي منظمة إرهابية، ولن نقبل أبدا بمشاركة أي منظمة مرتبطة بها أو تؤيدها. شكرا جزيلا. شكرا لمندوبة تركيا. الكلمة الآن لمنظمة الجمارك الدولية. طاب يومكم حضرات السيدات والسادة. شكرا لك السيدة الرئيسة على إعطاء الفرصة لتناول الكلمة. نود أن نهنئك على توليك دور الرئاسة في هذه الجلسة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته 9. أود أن أشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على طيب الدعوة لنا لنشارك في هذه الدورة. وبسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة كوفيد-19 لم نتمكن من انتداب ممثل لحضور الاجتماعات شخصيا، ولكن منظمتنا تود أن تعرب عن جزيل شكرها وامتنانها لحكومة مصر على حفاوة الاستقبال وكرم استضافة هذا الحدث. يسرني ويشرفني أن أتحدث بالنيابة عن منظمة الجمارك الدولية، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تعنى بمسائل جمركية، وفيها أكثر من 183 هيئة جمركية عضو، تغطي أكثر من 88% من إجمالي التجارة الدولية. السيدات والسادة، إن الجمارك حول العالم تطلع بدور أساسي في تيسير التجارة وحماية العوائد وحماية الأمن القومي للدول. لذلك فإن الفساد وسائر أشكال عدم النزاهة والغش غير مقبولة في الممارسات الجمركية، وتعرقل وتجهد فرص التجارة والاقتصاد، وتقوض ثقة الجمهور العام في المؤسسات، وتهدد رفاهة وحسن عيش المواطنين. وأن دعم الدول الأعضاء في مكافحة الفساد يبقى أولوية بالنسبة إلى منظمتنا، وخصوصا أن منظمتنا تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي إن لم تتوفر نزاهة متينة في القطاع العام بما في ذلك مؤسسات الجمارك. ولهذا السبب دأبت منظمتنا على بلورة جملة من الأدوات والاستراتيجيات، وهذه الأدوات والصكوك التي طورناها تشمل الإعلان الدولي للجمارك الذي يبقى صكا أساسيا ويحدد البنى التحتية التي ينبغي أن تجتث لمكافحة الجمارك لمكافحة الفساد عفوا. والصك الثاني يتعلق بالقيادة وبتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص. أود كذلك أن أشير إلى أن ثمة أدوات أخرى تؤيد المؤسسات الجمركية لمكافحة الفساد ومعالجة المشاكل المرتبطة بانعدام النزاهة في القطاع الجمركي، بما في ذلك الأدوات التي ترتبط بتيسير التجارة وتلك التي ترتبط بأنشطة إنفاذ القانون في مؤسسات الجمارك. في هذا العام عقدت منظمتنا 20 جلسة افتراضية في كنف اللجنة الفرعية المسؤولة عن مراقبة عمل المنظمة في مجال تعزيز النزاهة، والجلسة التالية سوف تنعقد بشكل هجين في يوم الجمعة 11 من شباط فبراير من عام 2022، وفي يوم 12 من شباط فبراير من عام 2022 أيضا. وسوف تركز هذه الجلسة على مختلف النهج الممكنة لمكافحة الفساد في كنف المؤسسات الجمركية وتعزيز النزاهة، وكذلك تعزيز تنفيذ الدليل الإجرائي الصادر عن منظمتنا فيما يتعلق برسم خارطة الفساد في مجال الممارسات الجمركية. وفي هذا العام نظرا إلى التحديات
الأزمات الجمة التي واجهها العالم نتيجة للجائحة، رأينا أن مسألة النزاهة والشفافية في ممارسات مؤسسات الجمارك تكتسي أهمية أكبر حتى، وحتى اليوم ساعدنا كل المؤسسات الأعضاء لدينا على تحديث استراتيجياتها للتواؤم مع متطلبات هذه الفترة، وكذلك قدمت منظمتنا تقريبا 10 بعثات لدعم المساعدة التقنية في مجال النزاهة، وطلعنا كذلك بعملية تقييم لاستيفاء مؤشرات النزاهة في عدد كبير من المؤسسات الجمركية، وكذلك نعمل على معالجة مسائل الفساد من خلال إجراء تقييمات لمخاطر الفساد وتحديث الممارسات الوطنية وسواها. وعادة مرتين في السنة تقوم منظمتنا بنشر رسالة إخبارية تسرد مختلف الأنشطة التي طلعت بها المنظمة في مجال النزاهة، وهذه المعلومات متاحة لكل الجمهور ليطلع عليها. وفي 9 ديسمبر كانون الأول من عام 2021 نشرت منظمتنا النسخة الخاصة بعام 2021 من الدليل الإجرائي لتعزيز النزاهة من جانب المجلس العام للمنظمة، مع تسليط الضوء على إشراك الهيئات العليا لصنع القرارات. شكرا جزيلا لك سيدتي الرئيسة، نود أن نعيد التشديد على دور منظمتنا في مساعدة الدول الأعضاء على الاطلاع بهذه المهام، وشكرا. شكرا للمنظمة العالمية للجمارك، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، لقد انتهينا من النقاش بالنسبة إلى البند الرابع المعنون الوقاية أو المنع. سننتقل الآن إلى البند الخامس استرداد الموجودات. De acuerdo con el capítulo 5 de la convención sobre recuperación de activos. اسمحوا لي أن أبدأ بالقول أن إعادة الموجودات عملا بالفصل الخامس من الاتفاقية بشأن استرداد الموجودات هي مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية، وتتسم بالتالي بأهمية كبيرة لعمل هذا المؤتمر منذ الدورة الأولى. وكان استرداد الموجودات المسائل التي حظيت بدرجة عالية من الأولوية لدى المؤتمر منذ دورته الأولى، فقد قرر المؤتمر في قراره 4-1 أن ينشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا مؤقتا مفتوح العضوية لكي يسدي إليه المشورة والمساعدة من أجل تنفيذ ولايته المتعلقة بإعادة عائدات الفساد. وعهد إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، عهد إليه مهمة مساعدة المؤتمر في جملة أمور عدة، منها اكتساب معارف تراكمية في مجال استرداد الموجودات، وتشجيع التعاون، وتيسير تبادل المعلومات، واستبانة احتياجات الدول الأطراف لبناء القدرات في ذلك المجال. وفي القرار 6/2 أوعز المؤتمر إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات بأن يقوم في جملة أمور من بينها استهلال عمليات استبانة الممارسات الفضلة من أجل استبانة ضحايا الفساد ومعايير التعويض، ب استهلال عملية استبانة الممارسات الفضلة ووضع مبادئ توجيهية للمبادرة بتبادل المعلومات في الوقت المناسب من أجل تمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للمادة 56 من الاتفاقية. جيم، القيام بدعم من الأمانة بجمع معلومات عن استخدام الدول الأطراف للتسويات والآليات البديلة الأخرى، وتحليل العوامل التي تؤثر على الفروق فيما بين المبالغ المحققة في التسويات والآليات القانونية البديلة الأخرى من ناحية، والمبالغ المعادة إلى الدول المتضررة، بغية النظر في جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسير الاستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية للتعاون بين دول الأطراف المعنية وتحقيق الفعالية في عملية الإرجاع.
وبالإضافة إلى ذلك ففي القرار 3-6 جدد المؤتمر ولاية فريق العامل الحكومي الدولي المفتوح للأضوية المعني باسترداد الموجودات. وفي القرار 1-7 المعنون تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض التعاون الدولي واسترداد الموجودات، رحب المؤتمر بنتائج اجتماعات فريق العامل ودعاه إلى اقتراح بنود لجداول الأعمال المقبلة، وقرر أن يواصل الفريق عمله عن طريق ما يلي: ألف، مواصلة العمل على جمع المعلومات عن الممارسات الفضلة في تحديد هوية الضحايا بمختلف أنواعهم وتعويضهم وفقا لاتفاقية، والتوسع في تحليل تلك الممارسات على أن يشمل ذلك حسب الاقتضاء التماس المعلومات من الدول الأطراف وتيسير تبادلها بين الخبراء وتنظيم حلقات نقاش للخبراء مع مراعاة الأعمال المماثلة التي أنجزت خلال الاجتماعات السابقة للفريق العامل بواسطة أفرقة الخبراء وفي المناقشات. إجراء تحليل للتحديات التي تواجه الأطراف الثالثة وتأثيرها على استرداد الموجودات بمقتضى الفصل الخامس. جيم، مواصلة جمع البيانات عن الممارسات الفضلة. بغية وضع مبادئ توجيهية غير إلزامية لتبادل المعلومات في الوقت المناسب لتمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للمادة 56 من الاتفاقية. دال، إجراء تحليل بشأن كيفية تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف شبكات الممارسين المختصين باسترداد المعلومات. بغية وضع مبادئ توجيهية من أجل تبادل المعلومات على نحو استباقي في الوقت المناسب. وفي القرار 8-9 أوعز المؤتمر في جملة أمور إلى الفريق العامل أن يواصل بدعم من الأمانة جمع المعلومات عن استخدام الدول الأطراف للآليات القانونية البديلة والحلول دون المحاكمة أو خارج المحاكمة بما في ذلك التوصيات المتعلقة بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها، وأن يقوم الفريق العامل بتحليل العوامل التي تؤثر على الفروق بين المبالغ المحققة في الآليات القانونية البديلة والمبالغ المعادة إلى الدول المتضررة، بغية النظر في جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسير اتباع نهج أكثر شفافية وتنسيقا. وبناء على ذلك تعرض على المؤتمر مذكرة من الأمانة بشأن هذا الموضوع بالصيغة الواردة في الوثيقة التي تحمل كاك شرطة كوسب شرطة 2021 شرطة 14. وفي القرار نفسه أوعز المؤتمر إلى الفريق العامل أن يجمع معلومات عن التحديات المطروحة والممارسات الجيدة ودروس المستفادة والإجراءات التي تسمح التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون صدور إدانة جنائية من الدول الأطراف التي طبقت هذه التدابير وفقا للفقرة 1-ج من المادة 54 من الاتفاقية، وأن يبلغ المؤتمر الأطراف عن ذلك في دورته المقبلة. وبناء على ذلك تعرض على المؤتمر مذكرة من الأمانة بشأن هذا الموضوع بالصيغة الواردة في الوثيقة التي ترمز كاك شرطة كوسف شرطة 2021 شرطة 15. بالإضافة إلى ذلك تعرض على المؤتمر مذكرة من الأمانة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات بالصيغة الواردة في الوثيقة التي تحمل الرمز كاك شرطة كوسب شرطة 2021 شرطة 13. وعلاوة على ذلك ستقدم الأمانة تحديثا شفويا عن مشروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن إدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والمصادرة الذي كلف المؤتمر بإعداده في قراره 8-1 وعن عمليات جمع البيانات التي اطلعت بها الأمانة ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة وكلف بها القرار 8-9. أدعو الأمانة إلى عرض الوثائق وتقديم التحديثات الشفوية. شكرا سيدتي. سيداتي وسادتي الوفود الأفاضل، يسعدني أن أقدم
أقدم لكم تحديثا للعمل الذي قامت به الأمانة في مجال استرداد الموجودات، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الولايات الخاصة بهذا الشأن الذي يعنى التي أنيطت بالمؤتمر. فبموجب المادة الثانية من بند الأعمال قدمنا لكم فكرة عن تقريرين مواضعيين أعدتهما الأمانة بناء على الموجزات التنفيذية وتقارير القطرية ل 57 دولة طرفا، كما قامت الدول الأعضاء الأخرى باستعراضها في الدورة الثانية من آلية تنفيذ الاستعراض. والعنوان الأول هو تنفيذ الفصل الخامس، أي استرداد المعلومات الموجودات من الاتفاقية التابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموجودة في الوثيقة كاك شرطة كوسب شرطة 2021 شرطة 6، فإن فيها موجز عن النجاحات والممارسات الجيدة والتحديات والملاحظات. والوثيقة الثانية المعنونة كاك كوسب 2021 شرطة ميلة 7 والمعنونة تنفيذ الفصل الثاني التدابير الوقاية والفصل الخامس استرداد الموجودات على الصعيد الإقليمي لاتفاقية أمم المتحدة مكافحة الفساد، فإن هذا التقرير الثاني يكمل التقرير الأول لأنه يوفر فكرة عن تنفيذ بعض الأحكام الخاصة للاتفاقية كتلك التي تغطي الملكية ملكية المستفيدين. والتقريران يعدان كل الملاحظات على أساس التقسيم الإقليمي، ولن أدلف في تفاصيل هذين التقريرين فقد تم عرضهما لكما عليكم في تلك الأوراق أو المستندات. وفي القرارين 8-1 و8-9 فقد طلب المؤتمر من الفريق الحكومي العامل المفتوح العضوية والمعني باسترداد الموجودات وطلب من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن يعني عناية خاصة بمواضيع محددة ملتزمة أو مرتبطة بتنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية. وخلال الفترة القادمة سوف أعطيكم موجزا عن العمل الذي تم تحقيقه في هذا المضمار، وسوف أبدأ بالحديث عن العمل الخاص بالآليات القانونية البديلة والتسويات خارج إطار المحاكمة وعن المصادرات التي لا تكون مرتبطة بإصدار أحكام من المحكمة. وبعد ذلك سوف أركز على تجميع البيانات الخاصة باسترداد الموجودات والجهود الدولية المعنية في هذا الموضوع بالنسبة للأموال المرتبطة بالفساد. وبعد ذلك سوف أتحدث عن جمع المعلومات المتعلقة بإدارة الموجودات المجمدة والمصادرة والمحتجزة. وبعد ذلك سوف أتحدث عن المبادئ غير الملزمة لتشاطر المعلومات في الوقت بعينه وبشكل نشط، وسأعطيكم قائمة بالأمثلة. وسوف أركز على اتفاق أو اجتماع دولي عني بالفساد والاستثمارات الدولية والمساعدة الفنية. وكي تحصلوا على فكرة كاملة عن أعمال الفريق العامل المعني باسترداد الموجودات أرجاء منكم أن تطلعوا على الوثيقة التي يرمز لها بكاك شرطة ميلا كوسب شرطة 2021 شرطة 13. دعونا نبدأ إذن بطلب تجميع المعلومات فيما يتعلق باستخدام الدول الأطراف للأدوات القانونية البديلة والحلول خارج المحاكمات بما في ذلك التسويات التي كانت مرتبطة بالموجودات المحتجزة وفقا للاتفاقية والقانون الدولي، وضرورة المحافظة على قاعدة بيانات محدثة فيما يتعلق بكل هذه المعلومات.
لقد عقد اجتماع موضوع عن هذا الموضوع في الاجتماع 15 للفريق العامل في بداية هذا العام. وكي نعطيكم فكرة عن ما قام به هذا الفريق العامل، فقد أعددنا مذكرة قائمة على البيانات التي تم تجميعها في وقت لاحق وفقا لولايات أنيطت بالمؤتمر، واعتمدنا على المواد المعلنة علنيا وعلى المعلومات المقدمة من 32 دولة طرف أتت ردا لمذكرة شفوية وزعتها الأمانة في فبراير شباط من هذا العام. والمذكرة استخدمت نفس أسلوب البحث الذي استخدم في إعداد تقرير ستار أو دراسة ستار الخاصة، الدراسة المبادرة بستار التي عقدت في عام 2013 والتي كان عنوانها خارج الصفقة التسويات في حالات الفساد والرشوة الأجنبية وأثر ذلك على استرداد الأموال. وبالإضافة إلى المذكرة فإن هناك موجز للردود التي تم الحصول عليها وكذلك قاعدة بيانات محدثة معنية بهذا الموضوع، وقد أتيحت على الموقع الإلكتروني للفريق العامل أو بالأحرى للاجتماع 15 للفريق العامل المعني بهذا الموضوع. وعلى أساس المناقشة الموضوعية التي ذكرت للتو وعلى البحوث الإضافية، فإن الأمانة أعادت نظرها في المذكرات الخاصة بالتسويات وقد أتحتها لعناية هذا المؤتمر في المؤتمر في الوثيقة التي تحمل الرمز كاكوسب 2021 رقم 14. وبينت البحوث أن هناك نمو مطرد في اللجوء إلى التسويات لتسوية القضايا الخاصة بالرشوة الأجنبية وما يتصل بها من قضايا، وأثبتت أيضا أن هناك زيادة في العقوبات النقدية المفروضة. وكذلك ويمكن أن تشهدوا على الشريحة أمامكم ما يثبت ذلك. وعلاوة على ذلك فيشير التحليل إلى ما يلي: بالرغم من أنه تم التوصل إلى تسويات وأن هذه التسويات أصبحت أداة مهمة في التعامل مع هذا الموضوع في عدد كبير من البلدان النامية والمتقدمة في مجال حل وتسوية القضايا المرتبطة الرشاوى الأجنبية والجرائم المقترنة بها، بالرغم من ذلك إلا أن هناك فجوة كبيرة فيما بين الأموال والمبالغ التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات التسويات والأموال المعادة إلى البلدان التي يكون فيها اتهام للموظفين العموميين برشوتهم أو التي تكون يقع فيها ضحايا للفساد. صحيح أن هناك أمثلة تبين بأن الولايات القضائية القطرية أو الدولية معنية وملتزمة بإشراك البلدان المتضررة وبعض الضحايا في عمليات التسوية، صحيح أن هناك ما يشير إلى ذلك، إلا أن هذه الأمثلة قليلة جدا ولا نستطيع أن نستخلص منها أنه مقارنة في الماضي، فإن الولايات القضائية التي تم أو يدعى بأن الموظفين العموميين الذين يعملون فيها مرشوين كانوا إما قد تم إعلامهم أو تم الحصول على معلومات منهم أو استشارتهم أو إشراكهم بأي شكل آخر عند التوصل إلى التسويات. كما يشير البحث إلى أن هناك زيادة في أو إلى أن هناك ضرورة لزيادة توضيح ما هي العقوبات النقدية التي من شأنها أن تمثل أصلاً مصادرة حقيقية والتي تؤثر على إرجاع المعلومات إلى البلدان المتضررة والضحايا المتضررة وفقا للاتفاقية. والآن أقترح ما يلي أن نركز على موضوع آخر اقتضى منا أن نوليه عناية خاصة، أقصد بذلك تجميع المعلومات الخاصة بالتحديات والممارسات الجيدة والعبر المستقى.
وكذلك التدابير والإجراءات التي تسمح بمصادرة أموال الفساد دون أن يكون هناك مقاضاة جنائية أو جزائية من قبل الدول الأطراف التي نفذت مثل هذه التدابير وفقا للمادة أو للفقرة الجيم من الفقرة 1 من المادة 54 من الاتفاقية. فالشأن هنا مماثل لشأن التسويات، فقد عقدت مناقشة موضوعية عن هذا الموضوع أثناء الدورة 15 للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات. ولمساعدة الفريق العامل أعدت الأمانة مذكرة اعتمدت على المعلومات الواردة من 43 دولة طرف كإجابة على مذكرة شفوية، واعتمدت كذلك على المصادر المفتوحة وعلى منشورات مفتوحة. وبناء على المناقشة الموضوعية المذكورة على هو البحوث الإضافية